من رسائلكم يلي عم توصلنا من خلال الانبوكس الخاص على الفيسبوك للبرنامج من بيروت، اخترنا عدد من الرسائل، بس حابة ارجع اتمنى عليكم ما تبعتوا رسالتكم اكثر من مرة ومن اكثر من حساب، لان لما بشوفها انه اكيد رح شوفها واكيد رح ناخذها، بس نحن بنعتمد التراتبية، يعني في دور، فكلكم ان شاء الله رح يكون في الكم حظ، بس طولوا بالكم علينا شوي. عندنا زينب بنت زهرة، توفت امها مؤخرا، بس بتقول انه امها كانت دايما تدعي لها، تدعي لها، فهلا خايفانه بعد ما توفت امها انه هل رح يتغير شيء بحياتها؟ حيتغير اشياء كثير بحياتها. دعوه الام مستجابه، ورضا الام، رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى. يعني اجمل ما، انا ما اقول لك شيء، اعتمدي على دعاء الام اللي كانت تدعي لك فيه، لانه دعوتها بتوصل للعرش سبحانه وتعالى، مش لسابع سما، بتوصل لعرش الله سبحانه وتعالى. فانت اخذت الرضا، والرضا لينا بيمشي بعد ما ترحل الام والبي. بشوف ربنا قديش بده يعطي هذا الشخص امه وبيه، ليعرف ربنا قديش بده يعطيهم بعد ما يرحلوا. قد ما اعطيتيهم بدنيتهم، ربنا بيضاعف اللي اعطيتيهم بدنيتهم اضعاف اضعاف. فمشان هيك بيتعبوا اوقات كثير الواحد لما يخدم امه ويشيلها ويحطها ويحكمها ويقعد ويحكيها حكايات وقصص ويسليها، بيتعب، بس بكون هون ما عم يمشي شيء معه، عم يتعب اكثر الشخص، يمكن يكون مسكر الامور. وين بيمشي الرضا؟ لما ترحل الام بيفتح. وانا هيدا شايفتها للكل وقايلتهم نصحتهم للكل، والكل صار عم يتبعوها والكل صدقوها، لانه الرضا ما بيمشي الا لما يرحلوا الوالدين. فانت يا زينب غيري على حوراء بس هيك، حتى انت تكوني حلوه، يعني تلاقي حالك احلى، يكون عندك ثقه بنفسك اكثر، بس خليكي ثقتك بالله اكثر من نفسك، لانه دعاء امك مستجاب، ورح تشوفي الخير، رح تتزوجي، رح يصير عندك رزق كبير، ورح يصير تعيشي بدار كبير ان شاء الله. كريمة بنت أمينة عن الزواج، دايما بتسأل كريمة. كريمة المفروض تكون هيدي اخر سنة هي عزوبية، المفروض تشتغلي على حالك، وانت تعملي الاشياء اللي كنا نحكيها على التلفزيون، دايما كنت اقول لك اياها، يعني على اليوتيوب دايما كنت اقول لك اياها. شو تعملي كريمة؟ ارتباط عندك بشهر 3 و4، بتقدم لك شخصين، وهالشخصين كثير منيح من ارضك، بس في واحد بيناتهم على السفر، اذا بتحب السفر اختاري اللي على السفر، اذا ما بتحب السفر اختاري اللي بارضك، اوكي؟ نبيلة بنت أمينة بتعيش بكندا عن المال والزواج من عثمان. خليكي بكندا، رح تعيشي بوقت طويل بكندا، رزقك واسع ان شاء الله نبيلة، ما رح تحتاجي حدا، انت مرضية كمان، مرضية كانه ابيك كان واضع سره عندك او مقرب لابوك. واسم نبيلة وسط، ما في لا نحس ولا سلبي ولا ايجابي. زواج تتزوجي، بس بيجيك واحد مزوج ترفضيه، رجع بيجيك واحد مطلق تاخديه. إلاف بنت سلام، حلو، 14/4/2002 بشكل عام، وغادة بنت أسمهان 20/2/75 غيرت اسمها لميمي. لميمي اوكي، يعني هو ميمي هو اسم، اذا ما بتغيري اسمك كله، اسم أسمهان بيتعبك شوي، بياخد شوية وقت لياخد عليكي. دايما استعملي دهن العود، دهن العود كتير منيح مشان القرين ومشان تغيير الاسم. الى في كوريج دايما رحلة الشتاء والصيف، هيدي دايما اقريها واحفظيها، وهيدي بتساعدك للرزق وللسفر وللزواج. انت بتاخدي واحد معه باسبور اجنبي ست الاف، بتشوف الخير من صبي. لولو بقيت التفاصيل عندك. لولو 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 منيح اللي سميتي لولو، وطلعي على لولا بكون افضل. انا عم بختار يكون انت حتى اسماء، اوكي حبيبتي، لا على لولا بكون افضل لإلك. تقترحي اسم اميره؟ لا، وهدول لا كلهم كلهم، بس باخذ لك اسم لولا، لانه لولا بتتنقل من ارض لارض تعملي شغل، ولما تعملي انت بدك تصيري مشهوره، يا اما على السوشيال ميديا او اي شيء بتتسميه لولا، اوكي حبيبتي. وبتعتمدي دايما على تلبس الحجر اللولي، هيدا كتير منيح لإلك، لأنه طاق بيعطيكي جمال، بيعطيكي روحانيات، وبيعطيكي إنك تحسي بالإشي. على فكرة الحجر اللولي دايما اللي بيلبسه بيعطيه روحانيات، بيروقه وبيخليه يحس، بيساعده على الحاسة اللي بنحكيها نحن السادسة، لكن لا بيساعده على تصير عنده بصيرة، بيحس بالاشياء قبل ما تصير. فانت البسي هذا الحجر والباقي على رب العالمين، لانه رزقك حلو، وبتعيشي بين 3 اراضي ان شاء الله، وبتشوف الخير من بنات. طفله اسمها نور، بدهم يغيروا لها اسمها لنور جانا، او اي اسم تقترحيه ينضاف لاسم نور؟
هلا اذا نورجانا يعني بعدها على نور، انا دايما الاسم تقيل الجا. ايه، ونورجانا طويل بعدها على نور، يعني انا ما بي انا ما بي ما بحب الاسم يبلش مذكر. نوارة ليش بدها تطلع تغير هي جانا؟ بدها تضيف اسم لنور. بدها تضيف اسم لنور؟ لا جانا لا، ولا نورهان ولا، يعني الاسم نوارة، نور نور جانا بيكون أفضل من جانا إذا حابة جانا، بس نور جانا بتجني الميل، بتجني الهدى. نور هيا كتير منيح، فيك تسميها نور هيا، قريب يعني بياخد ال على يعني كأنه ماشي معه الاسم نور هيا.